السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الآن آخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2021-2022 الفصل الدراسي الثاني. من المعروف أن محافظة الدقهلية من المحافظات الأول اللي أنهوا امتحان الشهادة الإعدادية يوم 15 مايو، وكشف الدكتور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وفي انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من السيد المحافظ الدكتور أيمن مختار، وذلك خلال الساعات المقبلة. كما سيتم اعتماد الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من قبل المديريات التعليمية المختلفة بعد اعتمادها من السيد المحافظ. مع خالص تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا في كافة المراحل التعليمية بالنجاح والتوفيق والتفوق.